الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اكشف عنا وعن المسلمين من البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء لا يكشفه أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا رجاء السائلين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم طهر قلوبنا، واشرح صدورنا، ونور عقولنا، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا يا ربنا فيه من عتقائك من النيران، برحمتك يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا ذا الجود والإحسان، نرجو عفوك والغفران، نرجو عفوك والغفران، نرجو عفوك والغفران، يا حنان يا منان. نسألك يا الله، نسألك يا قاضي الحاجات، نسألك يا مجيب الدعوات، يا الله، يا مفرج الكربات، يا شافي الأمراض، يا الله.
الله. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وعافنا من بلائك. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وأنزل علينا دواء من عندك يا شافي يا كافي يا معافي يا الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. وادخلنا الجنة بغير حساب، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم إنك دعوتنا للصلاة فصلينا، ودعوتنا للصيام فصمنا. اللهم إنا قد امتثلنا أمرك، اللهم قد استجبنا إلى أمرك. اللهم فاغفر لنا برحمتك، اللهم اغفر لنا برحمتك، وتقبل منا صالح أعمالنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، ولا تضرب بها وجوهنا. اللهم ارزقنا في ذلك الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. نسألك يا ربنا حسن الخاتمة، نعوذ بك يا ربنا من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين المطمئنين المستبشرين برحمة الله وعفوه الكريم. اللهم اجعل لا إله إلا الله مفتاحنا إلى الجنة، وثقل بها ميزاننا، ونور بها قلوبنا، ونور بها قبورنا، واجعلها لنا نورا على الصراط يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بصحبة نبينا صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. نسألك يا ربنا لا تحرمنا من صحبته في الآخرة. اللهم أكرمنا بمرافقته في أعلى درجات الجنة. اللهم إنا نحبك ونحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحابه الكرام، فاجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا من رفقتهم ولا صحبتهم في جناتك. اللهم لا تحرمنا من رؤيتهم في جناتك جنات النعيم. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم يا رب أمرتنا بالصيام فصمنا، وأمرتنا بالدعاء فوقفنا بين يديك أذلاء فقراء متضرعين محتاجين إلى مغفرتك ورحمتك وغفرانك. يا رب فاقبل معذرتنا، واقبل وقوفنا بين يديك. اللهم اقبل دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم اقبل تضرعنا بين يديك يا الله يا الله يا الله يا ربنا ورب كل شيء، يا إلهنا وإله كل شيء. نسألك يا الله أن تغفر لنا كل شيء. اللهم اغفر لنا كل شيء في ليلتنا هذه يا رب العالمين. يا رب اجعل رمضان هذا رمضان خير ومغفرة. اللهم اجعل رمضان هذا رمضان إحسان، ورمضان كرم وفضل وعطاء منك يا الله. يا الله أسعد قلوبنا بمغفرتك يا رب يا رب يا رب. أسعدنا بتوبة صادقة، أسعدنا بتوبة مخلصة، أسعدنا بمغفرتك يا الله، أسعدنا برضوانك يا الله. تب علينا توبة نصوحا يا الله، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، ومتعنا بالصحة والعافية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك،
اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا الله. يا رب اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، اغفر لنا يا الله، ارحمنا يا الله. يا رب اجبر كسر قلوبنا يا الله، ارحم ضعفنا يا الله، ارحم ذلنا بين يديك يا الله. يا رب نحن الضعفاء وأنت القوي يا الله. يا رب نحن الأذلاء وأنت العزيز يا الله. يا رب نحن الفقراء وأنت الغني يا الله. يا رب ارحم ضعفنا وذلنا وفقرنا وتذللنا بين يديك يا الله. ارحم عبادك الذين جاءوا إليك يطلبون رحمتك ومغفرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المساكين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحم عبادك المساكين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا خير الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الناصرين، يا أكرم الأكرمين، يا خير الرازقين يا الله. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وتب علينا يا تواب يا رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا من الغافلين. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. غفرانك يا الله، غفرانك يا الله. سمعنا وأطعنا، غفرانك يا رب، غفرانك رب، غفرانك يا رب، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. اجمع قلوبنا على طاعتك، اجمع قلوبنا على محبتك، اجمع قلوبنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.